السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي بمقطع فورت بايت جديد. واليوم الجزء السادس من قطع الفورت بايت، وكذا نكون كملنا أماكن 60 قطعة فورت بايت في القناة. الفورت بايت عبارة عن لوحة من 100 قطعة، ولو جمعت 90 فراح تاخذ السكن المخفي. وفي الوقت الحالي نزلت 86 قطعة، يعني باقي 4 أيام تقريبا على السكن المخفي. بنشوف أماكن 10 قطع جديدة اليوم، وفي قطع مميزة لازم ترقص عندهم أو تستخدم مظلة أو سكن محدد، وراح أتكلم عن كل قطعة من هالنوع. لا تنسوا زر لايك على المقطع، واللي حاب يدعمني يقدر يستخدم كود لايتم شوب سيو اس اي او. اخليكم على المقطع ومشاهده ممتعه. الفورت بايت رقم 60 اللي لازم نسويه هنا هو انك تستخدم رقصة السبينر، واللي تلاقيها في التير 63 في الباتل باس. ارقص الرقصة جنب القطعة وراح تقدر تاخذها. الفورت بايت رقم 62، وهنا لازم تستخدم السكن المحدد، هو سكن ستراتوس الموجود في التير 71 في الباتل باس. استخدم السكن وراح تقدر تاخذ القطعة. الفورت بايت رقم 53، القطعة هذه بتكون شوي أصعب لما تحتاج يكون معك لاعب يساعدك، عاد يكون في فريقك أو ضدك. لازم ترقص على المربعات القريبة من كرة الديسكو لين ما ترتفع الكرة فوق، وراح تقدر تاخذ القطعة. ولو ما عندك حتى لاعب معه اكتب اسمك في التعليقات وخلي الباقي يضيفك. الفورت بايت رقم 67، وهنا لازم تمر من المثلثات الموجودة قريب من مزرعة فتاة عند الدرون، ولازم تستخدم مظلة الريتاليتور الموجودة في التير 79 في الباتل باس عشان تطلع لك المثلثات. Oh.
الفورت فايت رقم 52، وهنا لازم تستخدم سبراي او رشاش الروبوت وراح تقدر تاخذ القطعة.